مشاهدي بلقيس أينما كنتم، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج المنصة. مع كل موسم يختار بعض المغتربين قضاء الإجازات بين أهلهم وذويهم، وهو ما يدفع بعضهم لقرار العودة لرحاب الوطن، إلا أن بعض هؤلاء للأسف ينتهي بهم المطاف ضحايا لحوادث مرورية نتيجة رداءة الطريق. مؤخرا تضاعفت مخاوف المسافرين نتيجة ظهور عصابات تمارس التقطع فتسلب المواطنين أموالهم وممتلكاتهم، حتى صار العبر اسم مرادف للخوف والموت والقلق. بالمقابل ارتفعت وتيرة المناشدات للجهات المعنية بوضع حد لما يلقاه الضحايا، فمن لم يمت بحادث قد يقضي في اعتداء مسلح لقطاع الطرق. ومع تأخر الحلول يزداد عتب الناس وغضبهم من تراخي الحكومة وتلكؤها في المسارعة لتأمين حياة المواطنين وسلامة المسافرين العابرين. في حلقة اليوم واستجابة لمقترحات المشاهدين، نسلط الضوء على مشكلة طريق العبر وما يشهده من أحداث وجرائم صارت في حكم الظاهرة المزعجة والكابوس المؤرق. في مستهل الحلقة نتابع التقرير التالي والذي أعده الزميل وديع عطا عن موضوع هذه الحلقة. مع كل مناسبة وموسم يشد المغتربون العائدون من المملكة السعودية الرحال للعودة للوطن لقضاء إجازتهم بين أهلهم وذويهم بعد شهور وسنوات من الغربة والكد والعمل، إلا أن بعضهم للأسف لا تكتمل رحلة عودته إلا في كفن أو مصابا أو ربما مسلوبا كلما ادخره في غربته من عصابات التقطع. العبر اسم بات كابوسا يقض تفكير كل مسافر عابر لهذه الطريق الدولي الرابط بين الوديعة ومارب وسيئون، حتى بات البعض يسميه طريق العبر إلى الموت. ومن لم يمت بالحفر والمطبات مات برصاص قطاع الطرق. المعلومات تشير إلى أن أسباب كثرة الحوادث فيها ضيق الطريق وزحف الرمال المتحركة وكثرة الحفر والأخاديد التي أصابت الطريق نتيجة استخدامها لعبور ناقلات ضخمة لا يتحملها الطريق الإسفلتي المهدرئ. سبب آخر استجد مؤخرا وبات يؤرق كثيرا من مرتادي الطريق التي يعتبر شريانا مهما من وإلى مارب وشبوة وحضرموت، وهو ظهور عصابات تقطع تقوم بنهب وسلب المسافرين الآمنين العزل. العبر صار طريقا للموت والخوف بامتياز، وأصبح مشكلة مزمنة نتيجة التجاهل والإهمال الرسمي، ولا يمر أسبوع دون حوادث مرورية أو جرائم تقطع. وبعد تكاثر الشكاوى والنداءات لم يتجاوز التفاعل الحكومي أكثر من مجرد توجيه حكومي بتوفير انتشار أمني لحماية المسافرين من قطاع الطرق، بينما مشكلة ضيق الطريق وتوسيعه بقيت قيد التجاهل. إذن عن العبر والمآسي الحاصلة فيه نخصص هذه الحلقة من برنامج المنصة. بإمكانكم التواصل والمشاركة معنا من خلال أرقام الهاتف الظاهرة أسفل الشاشة، وأيضا من خلال التفاعل مباشرة مع البث المباشر للبرنامج عبر صفحة القناة على الفيسبوك وصفحة البرنامج أيضا. العبر إداريا يقع في إطار مديرية العبر التابعة لوادي حضرموت ويربطها بمارب ومنفذ الوديعة، يعتبر حاليا المعبر البري الوحيد الذي يربط اليمن بالمملكة العربية السعودية. ولعل ما يشهده من مشكلات تثير التساؤل عن الدور المنوط بالمسؤولين في السلطة المحلية في محافظة حضرموت، كما تثير التساؤل أيضا عن الجهة المعنية بتوفير الحماية الأمنية والعسكرية كونه يقع في منطقة عسكرية تتبع الشرعية. لدينا اتصال. الأخ يوسف، أهلا بك يوسف. مساء الخير. مساء النور، أهلا بك أخ يوسف. تعليقك حول موضوع هذه الحلقة. والله موضوع الحلقة موضوع صراحة، يعني أود أن أشكر قناتكم الموقرة التي تلتفت لمعاناة الناس. وبالنسبة لموضوع الخط العبر فهو أصبح الهاجس الأول لدينا جميعا، وتقع المسؤولية على عاتق الجميع بما فيها السلطة المحلية في مارب والسلطة المحلية في حضرموت وكذلك الحكومة بشكل عام. نناشد من خلال قناتكم الموقرة جميع المسؤولين أن يلتفتون بسرعة. خط العبر يحتاج إلى المعالجة الحقيقية، لأننا نعاني فيه أولا من الحفر التي أصبحت الهاجس الأول. الحوادث أصبحت حوادث يعني تتكرر بشكل يومي ومأساوي. النقطة الثانية التقطع،
المتقطعين في خط العبر يستغلون الحفاظ والفجوة التي بين النقاط، ونطلب من الحكومة الالتفات بأسرع وقت ممكن لحل وضع حلول جذرية لهذه المعاناة. طيب، هل فعلا لهذه الدرجة هو السوء في الظاهرة في خط العبر فيما يخص التقطع الحاصل للمسافرين؟ التقطع وارد يا سيد الكريم، وارد في الحقيقة، ولكن أصبح مبالغ فيه. أصبح هناك جهات تستغل الوضع، وسمعنا عن حوادث وخرجنا إلى خط العبر وتحرينا عنها، ولكنها في الحقيقة يعني ليست حقيقية، إنما هناك حوادث تمت حقيقية وتم قتل ونهب بعض المسافرين. يعني موجود هذا الشيء، ولكن على الحكومة أولا وضع آلية سريعة، لأنهم في البداية لم نكن نسمع بهذه الأشياء، لأن أصحاب المنطقة أهل المنطقة سواء من مارب والعبر كانوا هم الحماية في الخط، ولكن تم استبعادهم في الآونة الأخيرة، وهو هذا ما تسبب في ظهور الظاهرة الخطيرة. نأمل أن يتركون أصحاب المنطقة هم الذين يقومون بالحماية، وأخراج دوريات أمنية ترافضهم كذلك. طيب، الآن يقال أن هناك تحسن في الخط، ربما هناك نقاط أمنية وعسكرية ابتدأت بالانتشار على الخط، هل فعلا هي موجودة؟ هل لمستم ذلك؟ نعم، اللبسات موجودة وفاعلين الخير جزاهم الله خير. نناشد أيضا من خلال قناتكم الموقرة أيضا إلى فاعلين الخير أن يلتفتون بسرعة. الآن بعض فاعلين الخير الآن بدأوا برجم بعض الحفر التي تتسبب في الانقلاب وفي الحوادث، ولهم كل الشكر الجزيل. يعني الآن هذا لا يعني أن يعتبر حل مؤقت. طيب، الآن الحفر الموجودة في خط العبر كما تقول تكفل بعض فاعلي الخير بردمها، أين هي الحكومة والجهات المعنية؟ سمعنا عن توجيه لرئيس الوزراء ب 500 مليون ريال ربما لوزارة الأشغال العامة للقيام بعملية ترميم للخط. مع فائدة احترامي لرئيس الوزراء، ولكنه من الوعود المتكررة التي نسمع عنها كل يوم ولكن لا تتنفذ، فلازمنا نذكر وعود قبلها أصدرها رئيس الوزراء، ولكنه يصدر الوعود تلو الوعود ولكن لا تتنفذ في الواقع. الواقع لم نجد شيء من وعود رئيس الوزراء، وسبق هذا الأمر أن كررها عدة مرات. للأسف الشديد أنه يقول كلام ولكن لا يتم العمل بهذا الكلام. طيب، شكرا جزيلا لك يوسف. شكرا جزيلا لك. لدينا اتصال آخر، الأخ عوض كشميم. أهلا بك عوض. مرحبا. أهلا عوض، ما تعليقك حول هذا الموضوع، الخط العبر والمآسي الحاصلة فيه للأسف؟ أولا شكرا لكم على تناول هذه القضية الحساسة، والمسألة أولا يجب أن نحدد الموضع أو المكان الذي تتكرر فيه الحوادث. يعني مثلا من العبر باتجاه خط صافر مارب، أو من العبر باتجاه خط الفشحة وادي حضرموت، هذه مهمة رئيسية. أنا في اعتقادي أن الحوادث أكثرها باتجاه العبر صافر الذي يربط محافظتي مارب وتبوة خط الصحراء. عموما كل الدول تحصل فيها حوادث امنيه هنا وهناك، ولكن نقطه رئيسيه مهمه جدا وهي المفروض ان تكون مستمره هي امن الطرق. هناك وحدات مختصه لامن الطرق على الاقل الان، بحكم ان وزاره الدفاع لديها الامكانيه ولديها قوه عسكريه واسعه ووحدات انشاتها حديثه ضمن اطار الجيش الوطني، يفترض ان تخصص وحدات تحت مسمى عمل الطرق، تمتد على شكل نقاط متحركه. طيب، في هذا الوضع الاستثنائي الان، في وضع الحرب التي تعيشه البلاد، بالامكان ان تقوم المناطق العسكريه والتي يوجد فيها هذا الخط القيام والتكفل بهذه المهمه، ما الذي يمنع باعتقادك ان يوجد انتشار امني لنقاط عسكريه لحمايه المسافرين في الخط؟ هي مساله تنسيق امني عملياتي
تتبنى هيئه الارقام والمقياس الداخلي للمجتمع المصرفي، تتبنى هذا الموضوع. ولكن يا عزيزي يبدو ان هناك نوع من يعني مثلا المنطقه العسكريه الاولى يبدو انها تنتهي للعبر الى اللواء 23. طيب هناك الان اكثر من منطقه، هناك اكثر من لواء. المنطقه العسكريه طبعا علويه كثيره، والمنطقه العسكريه من بعد بويبي باتجاه صاتر الى مارب تطلع المنطقه العسكريه تقريبا محافظه مارب مش مارب. طيب هل تعدد هذه الألوية العسكرية باعتقادك أتاح المجال والفرصة للتخلي عن المسؤولية من قبل بعض الألوية العسكرية ربما، وكل طرف يحمل المسؤولية لواء آخر؟ الوضع مختلف، الوضع مختلف جدا. أنه أنت الآن لما تكون في مسار الطريق تلاحظ أن وجود نقاط عسكرية مستمرة في بين كل نقطة ونقطة 30 كيلو أو أكثر. النقاط العسكرية ولا كانها مستمرة كده في موضع الموقع لما تفتح الموقع عشان ما تتحركش. تتمركز النقاط يدورون بيسلح صديق المتوسط ونقاط تفتيش وهكذا متواجدة يعني فترة طويلة. ولكن ربما الحوارث تكون بين نقطة أخرى أو في مناصب الفارغ لأنها صحراء مفتوحة. شكرا لك أخ عوض كشميم، شكرا جزيلا لك. حاولنا ربما كان هناك إشكالية في الاتصال معك، لكن ربما يعني كلام مهم كنت تتحدث به، لذلك حاولنا نستمع لمجمل هذا الاتصال. أتمنى أن تكون وصلت الفكرة التي أردت إيصالها. لدينا اتصال من الأردن، سليم. الأخ سليم أهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام. أخ سليم، هل مررت من خط العبر؟ وما هي أو ما هو تعليقك على الموضوع أزمة خط العبر والمآسي الحاصلة فيه؟ بالنسبة لخط العبر يعني أنا لم أمر منه، ولكن وصلتنا الكثير من الشكاوى من قبل المواطنين وكذلك المغتربين العائدين إلى أرض الوطن أو المسافرين للخارج عبر هذا الخط الدولي، حيث أن هناك يواجهون الكثير من الإشكاليات من التقطعات من قبل عصابات خصوصا في أثناء الليل أو الصباح الباكر، وأدت هذه التقطعات إلى حدوث الكثير من الإشكاليات، منها يعني أحداث كثيرة راح ضحيتها عدد من الأشخاص جراء انقلاب سياراتهم وهم عائدين أو مسافرين، وتعرض البعض لنهب ممتلكاتهم. تمام. مثل هذه الأشياء أعتقد يعني رغم التصريحات التي قال بها رئيس الوزراء وكذلك وكيل وزارة الداخلية، إلا أنه لا تزال هناك فجوة بين ما يصرح وبين ما هو موجود على أرض الواقع، في ظل عدم وجود رؤية موحدة بين الأجهزة الأمنية في محافظة مأرب شبوة حضرموت، باعتبار أن كل لواء بيلقي مهمة على اللواء الآخر أو على المنطقة الأخرى، وبالتالي لا تزال المشكلة قائمة حتى اللحظة. طيب خط العبر الآن هو الخط الوحيد والواصل للمنفذ الوحيد لليمن مع المملكة العربية السعودية، هذا التحدي هل تعتقد أن الحكومة والسلطة الشرعية قادرة على النجاح فيه، على تأمين الناس المسافرين في هذا الخط، أم ربما سنستمر وسنعيش مع مزيد من التصريحات؟ هو بمثابة اختبار يعني في للحكومة الشرعية، إذا ما أرادت أن تثبت للجميع وللمواطنين بأن هناك فعلا حكومة وجيش قادر على تأمين البلاد، وبالتالي إذا استطاعت الحكومة أن تؤمن هذا الخط الدولي الوحيد بريا، فهذا بيعطيها ثقة من قبل الشعب ومن قبل خصوصا نظرة المجتمع للمناطق المحررة بأن هناك فعلا قدرة على استتباب الأمن. أما إذا لم تستطع الحكومة مثلا بوزارة الداخلية والقوات الأمنية في تأمين خط دولي وتأمين حياة المسافرين، فبالتالي ستظل نقطة سوداء في سجل الحكومة، وبالتالي هذا يضعف من قبولها في المجتمع إذا ما استمرت على مثل هذا المنوال. شكرا لك سليم من الأردن. عن موضوع الحلقة أيضا طرحنا سؤال عن كيفية حماية المسافرين في طريق العبر من قطاع الطرق والحوادث المرورية، وصلتنا بعض الإجابات نستعرضها. الأخ أحمد يقول تقطع، ومن لم يمت بالتقطع مات بغيره، إن الحوادث في الطريق كثيرة يقصد. مشاركة أخرى، أبو صفوان كالفوت الشرعية، لا أدري ماذا يقصد. مشاركة أخرى، الأخ سعيد يقول نوع من أنواع فساد الشرعية وأحد إخفاقاتها.
أيضا مشاركة. علي يقول سرقة مشرعنة. طيب لدينا اتصال. الأخ سعيد، أهلا بك سعيد. السلام عليكم. وعليكم السلام سعيد، هل لك قصة وحكاية مع خط العبر؟ والله أنا أخي العزيز لم أسافر، لكن أنا مرتبط بالموضوع، زملائي وأصدقائي فكثير مسافرين يعني، فالشكوى ملأت الدنيا يعني. فمعاناة المغترب أصلا تبدأ من منفذ الوديعة مرورا بالخط. طبعا المؤسف أن نقولها وأن نتحسر أنه يعني الشريعية لم تستطيع أن تؤمن خط لا يزيد طوله عن 300 كيلو، رغم أن النقاط الأمنية منتشرة وبكثافة. نعم يعني نقولها للأمانة، لكن نقاط هزيلة لا يتواجد فيها سوى 7-8 إلى 10 أفراد، والأفراد طبعا يعني حصر عليهم، لا يوجد لديهم معدات كافية لمكافحة التقطع، لا توجد لديهم سيارات، لا توجد، في ظل صمت رهيب من الشرعية يا أخي العزيز. كل يوم كل يوم كل يوم أكثر من 6-7 حوادث، يعني قبل 4 أيام أسرة كاملة من عدن انتهت. يعني حوادث أمنية مرورية، حوادث تقطع يعني. طيب هذا معروف، هذا معروف. أنا ربما الإشكالية الآن هي تتركز في موضوع التقطعات الحاصلة وأيضا الحوادث المرورية بسبب الحفر ورداءات وسوء الطريق. كنت أشرت إلى نقطة تتعلق ربما بمنفذ الوديعة، ما المشكلة في منفذ الوديعة؟ والله يا أخي العزيز المشكلة في منفذ الوديعة مشكلة عويصة، وتكلم عليها الأخوة الزملاء الإعلاميين من قبل 6 شهور أو من قبل سنة. لا الآن في الوقت الحالي هل هناك إشكالية؟ طبعا الإشكالية ما زالت قائمة ومتفح يعني ومستفحلة. طيب ما هي يعني هذه الإشكالية؟ فساد غير منطقي، إشكاليات تكدس السيارات، إشكاليات عدم وجود الخدمات، إشكاليات أمنية، إشكاليات يعني أصحاب القواطر دفع مبالغ مالية لما تروح من منفذ الوديعة. يا أخي السيارة حوالي 10 كيلو كلها تريلات، من أراد أن يمشي يروح يدفع 1500 ريال. يعني أقولها وأنا متحسر، يعني هذا ليس طعن في الشرعية، ولكن نحن ننتقد الأوضاع السلبية. طبعا كل الناس متضررين، اي واحد حيقول لك منفذ الوديعة لا 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 ما في شيء. لا يا اخي المشكله ما زالت قائمه والمشكله موجوده ومستفحله. هذا كلام يعني انا اقوله وانا مسؤول عن كلامي. المشكله لا نعرف يعني ناشدنا الشرعيه، ناشدنا الخيرين، ناشدنا، ما زالت المشكله موجوده، ما زالت يعني الدخول فرض 20 ريال سعودي على كل داخل، على كل جواز، بدون اي سند قانوني، بدون اي مصور قانوني. اذا اعترض فانت حتروح طبعا كم المبلغ؟ كم المبلغ؟ 20 ريال سعودي على كل جواز، 20 ريال سعودي على كل جواز دخول. من يحصل هذا المبلغ؟ الجانب اليمني او السعودي؟ الجانب اليمني نحن نتكلم على فساد مشرعا. الجانب السعودي ما قصروا، الجانب السعودي متعاونين. نقولها للامانه الجانب السعودي لا يوجد لديه اي مشكله في الدخول او الخروج، فقط اجراءات روتينيه معروفه، بصمه. لكن الجانب اليمني يا اخي تعال شوف، يعني انا كرجل اعلامي مطلع على الوضع، والمشكله عويصه يا اخي العزيز. عسكري يعني انا لا اعرف ما هو منصبه. هذا الرجل يوقف على البواره 20 ريال على الجواز، اذا لم تدفع فانت حتعرقل وحتجلس باليومين، وقد ربما تدخل في الزنزانه. طبعا سيئات الصيت اسمها الضغاطة، كل الناس تعرفها. هذا كلام معروف وأنا مسؤول عن كلامي ومستعد أن أحاسب عليه. يعني ماذا نقول للأمانة المغتربين، نحن نعاني معاناة يعني إيه، الله المستعان، ما نعرف إيش نقول للشرعية. طيب شكرا يعني جزيلا لك. إذا خلصنا منفذ، شكرا لك أخ سعيد، وأثرت كثير من النقاط المهمة، شكرا جزيلا لك. لدينا اتصال آخر أيضا من الأخ أبو رائد من البحرين. أخ أبو رائد أهلا بك. السلام عليكم، مساك الله بالخير أخي العزيز. وعليكم السلام، تفضل. ربنا يحفظك، الله يبارك فيك. الضيف اللي قبلي الله يبارك فيك، كفى ووفى.
ولكن احنا بنضيف على نفس الموال الله يبارك فيك. المشكله مش في الطرقات، الطرقات ما عندنا اي مشكله الله يبارك فيك، بنمر طرق جبليه غير معبده غير مزفلته والامور طيبه وبتتيسر امورنا. المشكله يا عزيزي ويا اخي الكريم الطاقم كامل في منبذ الوديعه، الطاقم كامل في منبذ الوديعه اللي هو الموظفين الموجودين من كل محافظات الجمهوريه، الابتزاز موجود في الدخول والخروج. انا اخر مره من حوالي شهرين والله تعرضت للابتزاز لدفع مبلغ لازم تدفع، فانا لاحظت ان الموقف اللي انا موجود فيه ممكن تحصل مشكله اكبر، فاضطريت لدفع هذا المبلغ. طيب اما قصه كلام مهم اخ ابو رائد، حتى تصل رسالتك، ولانه يعني البرنامج هذا هو صوت للناس وبالقيس هي صوت اليمنيين. ما الذي حدث معك انت بالضبط بشكل شخصي والابتزاز الذي تعرضت اليه من طاقم منفذ الوديعه؟ عيوني ولا يهمك، الله يبارك فيك. انا بحريني من اصل يمني وعندي بنت جوازها بحرينيه، فطبيعه عند خروجك من المنفذ او من اي مطار يمني يطلب منك البطاقه الشخصيه اليمنيه، لانك يعني اذا كان جنسيتك اجنبيه وجلست في البلد اكثر من 3 شهور. خبرتها ان البنت صغيره، يقول لي وين بطاقتها اليمنيه؟ كلمتها انا عندي بطاقه يمنيه موجوده، فانا جنسيتي الاجنبيه الله يبارك فيك، اعطيتها يعني على اساس يتاكدني من اصل يمني اعطيتها البطاقه اليمنيه، فطلب البطاقه بطاقه البنت اللي عمرها لم تتجاوز 10 سنين. فخبرتها انها في اليمن ما يطلعوا يعني حسب علمي انا وحسب ما اعرف ما في بطايق قبل بلوغ سنه 18 سنه. صحيح. فيقول لي اذا عندك انت بطاقه يمنيه الغرامة 5000، وإذا ما عندك بطاقة اليمنية الغرامة 40000. فاضطريت الله يبارك فيك لدفع 5000 أفضل من 40000. 5000 يمني؟ تفضل. 5000 يمني؟ 5000 يمني، يمني نعم نعم 5000 يمني الله يبارك فيك. غير إنه عادي صدقة على الشباب المنفذ، مش مشكلة. تفضل تفضل حبيبي. أقول لك صدقة على الشباب المنفذ، يعني مساكين ما فيش يمكن إيرادات أو شيء. والله ما اعرف، بدون اي سند، بدون اي مستند قانوني، اضافه الى دفع 200 ريال سعودي عند دخول السيارات، مش عارفين تروح لمين. طيب هذه الرسوم التي تدفعوها اخ ابو رائد، هل تدفع وتسلم باوراق رسميه وسندات؟ ال 200 ريال السعودي يعطونك فيها سند، لكن ال 20 ريال السعودي على كل جواز ما يعطونك عليها سند. العملية يا أخي الكريم خلينا نكون صريحين، والله العظيم يعني ما عندي موقف من أي شخص من أي محافظة، في فساد مستثري في منفذ الوديعة تديره، يعني أعتقد أن تديره ما فيها كبيرة، لا أحد يستطيع يعني تغيير ما هو الوضع الحالي الموجود، حتى من يتعرضون إلى التقطع يتم مراقبتهم من منفذ الوديعة بواسطة موظفين موجودين في منفذ الوديعة، ويتم الإبلاغ ناس عنهم، ويتم إبلاغ عنهم المتقطعين في الطرق الأمامية اللي موجودين، فتحصلهم يختارون الضحية، ودائما ما يختارون الضحية اللي بتكون في مفردها، يعني سيارة الحالة بدون مرافقين. يعني أنا دائما عندما أسافر، دائما عندما أسافر من هنا إلى اليمن ما أخرج أول شيء في يعني في الليل، ثاني شيء ما أخرج بأقل من 4 مرافقين. في نقطة أخ أبو رائد، ما أنك سافرت من منفذ الوديعة وهي يشتكي منها الكثير من المسافرين، هل ما زالت هذه المشكلة قائمة ما يخص عدم وجود خدمات أو استراحات للمسافرين؟ معروف ان المنفذ الان لديه ايرادات كبيره، هل تم هناك تحسين في هذا الوضع؟ وفرت للناس استراحات وخدمات ام ما زال الناس في الشارع وفي الخلاء ينامون وربما بالايام؟ يا استاذي الكريم موضوع الخدمات والله العظيم يعني حرام، عيب الكلام عنه. موضوع ما في اي خدمات تستاهل نهائيا، نحن حاليا لا نبحث عن خدمات، لا نبحث عن تعبيد طرق، لا نبحث عن انه ياخذ 20 ريال سعودي، المقترب اللي موجود يا اخي اخر مره ناس من اب نهبوا عليهم بمقداره 150 الف ريال سعودي وتركوهم على بعد 20 كيلو في الصحراء واخذوا عليهم السياره الهايلوكس. طيب يا اخي الحين نحن مش في اطار الله يبارك فيك خدمات او ما خدمات، نحن قبل ما ندخل اليمن اصلا نعبر على المطاعم، نعبر على السوبر ماركت، واخذنا مؤلم مده 5 ايام، لاننا ثقه بانها لا توجد اي خدمات بعد منفذ الوديعة.
يعني. هؤلاء الأشخاص الذين تعرضون للتقطع وسرقت سيارتهم، هل تعرفهم أنت بشكل شخصي؟ يا أخي الكريم، المطلوب وصول المغترب إلى بيته سالم، سواء كان من مأرب أو من صنعاء أو من دمار أو من أبيض أو من شبوة، في ناس في منفذ الوديعة تراقب حركة المسافرين، فيختارون الضحايا ويتم إبلاغ المتعامل معهم في الطريق. في لوبي موجود داخل منفذ هذا كلام الوديعة. خطير كلام خطير أخي أبو رائد هذا. طيب شكرا جزيلا لك أبو رائد، شكرا. الله يبارك فيك. يعني كيف يعرف المتقطع، الله يبارك فيك، كيف يعرف المتقطع إن في سيارة جاية ومنتظر هذه السيارة؟ وليش المتقطع ما يتقطع الثلاث أربع سيارات؟ دائما ما يتقطعوا لسيارة واحدة فقط. آخر مرة ومن ضمن التقطعات الله يبارك فيك تقطعوا لي يعني سبعة أشخاص، تقطعوا الأثنين بسيارة، قاعد يهبوا عليهم كل محتوياتهم، بس الحمد لله اعطوهم السياره وما سووا فيهم شيء. ولكن عند السكوت، يعني عندما سكتت الحكومه وعندما رضيت الحكومه وعندما تم السكوت العام على هذه التجاوزات الغير صحيحه يعني تجاوزات شاذه دخيله على عاداتنا على اخلاقياتنا، تجاوز المتقطعين اصبحوا الان يطلقون النار على الناس. ليش؟ يعني ما في علاقه. طيب والنقاط العسكريه الموجوده على امتداد الخط اين هي؟ سلامتك، النقاط العسكرية الله يبارك فيك اللي بتمر بها على النقاط الخط بين كل نقطة ونقطة، أنا حسب علمي طلعت من 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 عسى اللي هو من شبوة اللي تؤدي إلى منفذ العبر، حصلت تقريبا نقطة أو نقطتين بين كل نقطة ونقطة حوالي يمكن 150 كيلو في نقاط، في مساحة كبيرة. رقم كبير. أبو رائد 150 نعم كيلو رقم كبير. نعم الله يبارك فيك، وبعدين النقاط يلا تحمي نفسها. اي نقاط مسكين صاحب النقطه يعني ما يقدر يقف امام عصابه، هذه عصابه كبيره الله يبارك فيك. شكرا لك ابو رائد من البحرين، كثير من النقاط المهمه اشرت اليها. فقط انا هناك مجموعه من المشاهدين يتفاعلوا مع الان من خلال البث المباشر للبرنامج على صفحه الفيسبوك، ساقرا بعض من هذه التعليقات. الاخ عبد الفتاح الشرعبي يقول يا جماعه شوفوا لنا حل للمشكله في خط العبر. أيضا عمر الولي يقول لا يوجد أي تحسن، حاميها حراميها. أيضا مزاحم عبد الله يقول قطاعين الطرق جيش هاشم الأحمر. أبو أنس ماهر بدر يقول جزاكم الله خير على تخصيص هذه الحلقة لطريق العبر، نناشد الحكومة أن تلتفت إلى هذا الطريق وتعمل على إصلاحه فورا والذي أصبح ممر لجميع المغتربين اليمنيين. خليل الجمع يقول لماذا لا يفك خط الطوال ويأمن الخط. الأخ مبارك يقول أين الحكومة من هذه المشكلة، المفروض يكون حماية من الجيش للمسافرين ويكونوا حاسمين مع قطاع الطرق. سلمان الشريف يقول أكثر من 200 ألف جندي متواجدين في مأرب، لماذا لا يتم تخصيص 1000 منهم تحت مسمى أمن للطرق أسوة بدول الجوار. عبد المجيد يقول قطاع طرق بحماية مخلفات عفاش. مبارك الجابري يقول لازم من إعادة ترميم الطريق. سلمان الشريف يقول إذا نجا المغترب اليمني من الطريق المتهالك لم ينجو من قطاع الطرق الذين يسرحون ويمرحون على بعد كيلومترات من النقاط الأمنية. عزوز الكبودي هذه آخر مشاركة ثم سأواصل قراءة بعض المشاركات، يقول خط العبر بصراحة حفره كثيرة، أيضا الرمال يعاني المغترب ويرجع للموت. طيب بإمكانكم التواصل معنا والتعليق بشكل مباشر من خلال البث المباشر على صفحة القناة على الفيسبوك. وصلتنا بعد تزايد الشكاوى والمناشدات وتناول وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لما يلقاه الناس في طريق العبر، أخيرا وجه رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر السبت الماضي رئيس هيئة الأركان العامة محمد المقدشي بالبدء فورا في الانتشار الأمني لوحدات من الجيش الوطني لتأمين خط الوديعة العبر سيئون مارب، ووضع حد فوري وحازم للتقطعات والممارسات الإجرامية التي تقوم بها عصابات إجرامية تستهدف المسافرين وعابري السبيل. عن مشكلة طريق العبر وما يعاني المواطنين تلقينا أيضا مشاركات مصورة من بعض الناشطين، نتابع. سمعنا كثيرا ونسمع عن الحوادث المرورية التي تحدث في الطريق المؤدية من مارب إلى العبر، كما سمعنا أيضا عن حالات حدث فيها نهب بعض ممتلكات المواطنين ونهب المواطنين أنفسهم. في الحقيقة يجب أن تعمل الشرعية على تفعيل دور مؤسساتها في مناطقها المحررة، يعني يجب أن تفعل ذلك لكي تظهر للشعب بعمومه النموذج الأمثل لبناء الدولة الذي يختلف بالتأكيد كل الاختلاف عن ما تقوم به الميليشيات في المناطق المسيطرة عليها الانقلاب. ينبغي في هذا المشكلة التي نتحدث عليها أن تفعل المؤسسة الأمنية بالذات دورها في القيام باستتباب الأمن في هذه المناطق الحيوية،
كما يجب عليهم أيضا تفعيل دور بعض الوزارات فيما يتعلق مثلا بوزارة النقل، ينبغي أن تعيد ترميم الطريق المؤدية من مارب إلى العبر، كما يجب عليهم أيضا بالنسبة للمؤسسة الأمنية أن تعمل على توفير دوريات سواء ثابتة أو متحركة من أجل حماية أمن المواطن. بالنسبة لقطاع الطرق، أن يتم معالجة أسباب التقطع، أن يكون هناك أو قد يكون هناك تقطع بالمطالبة بحقوق أو المطالبة بتوظيف أو المطالبة بخدمات عامة. اثنين، نشر قوات أمنية لحماية الطرق ثانيا، كيف يمكن حماية المسافرين من الحوادث المرورية، أن يكون هناك أن تكون هناك إرشادات مرورية. إذا كانت هذه مشاركات مصورة وصلتنا عن هذا الموضوع، عن المآسي الحاصلة في خط العبر. لدينا اتصال؟ نعم، الاتصال. أهلا سيادة اللواء سمير. اللواء سمير العميد الركن معك، سمير شرف الحكيمي. العميد الركن سمير شرف الحكيمي، أهلا بك سيادة العميد. طيب نعم، في البداية اسمح لي أن أشكر قناة بلقيس في برنامجها الرائع المنصة لتعد هذه الفرصة لي للتحدث عن هذا الموضوع الهام والشريان الأساسي. بالنسبة لمنتسبي اللواء طبعا جاهزين للدفاع عن هذا الوطن والمواطن والحفاظ على الأمن والاستقرار. هناك خطة أمنية تم وضعها طبعا على مستوى اللواء إضافة للمهام الرئيسية للواء في منطقة العبر على طول المساحة التي تشبه اللواء ما بين 150 كيلو متر وحتى 300 كيلو، وذلك وفقا للتعليم الوزاري لرئاسة الأركان وقيادة المنطقة الأولى في تأمين وحماية الخط الدولي اللي هو خط منفذ الوديعة خط العبر خط صافر مارب، وذلك بحدود أربع قطاعات: قطاع منفذ الوديعة وقطاع العبر وقطاع الضويدي وقطاع الريك. وقطاع الريك هو في المنطقة الثالثة ولكن اللواء في قطاع مسؤوليته، وذلك بهدف من حدود أي أعمال إرهابية أو تقطع أو تهريب تعيشين في اللواء. وقد تم ضبط قاطرة محملة بمخدرات قبل رمضان وفيها ما يقارب أكثر من يعني قبل أكثر من 150 كيس، كل كيس ب 500 جرام، وإحالة والقاطرة محملة لدينا معسكر وإحالة سائقة إلى قيادة المنطقة الحياتية النيابة. كذلك تكثيف الدوريات على طول في قطاع مسؤولية اللواء بعد التعليم في النازلين للرأسان في المنطقة، وتأمين المسافرين والقوافل والقاصرة التابعة للتحالف ابتداء من فترة وديعة وصول المارب، وأضف إلى ذلك من ذلك إسعاف حالات الحوادث المرورية للمسافرين سواء الخارجين من فترة وديعة أو المتحركين من المنفذ، وإسعاف حسب جهتهم سواء لسيئون أو لمارب. طيب، ورئيس الوزراء وجه رئيس هيئة الأركان يوم السبت بالانتشار وتأمين الناس، هل هذه الخطط التي تتحدث عنها سيادة العميد هل بدأت بالتنفيذ؟ هل هي موجودة على أرض الواقع أم ما زالت خطط على الورق؟ نعم، بدأتم بالانتشار؟ سيادة العميد تفضل. للواء نعم تفضل اسمعك. بدأ التنفيذ وتكثيف الدورية خلال شهر رمضان سواء ليلا أو نهارا، والأمور تحت السيطرة. طيب، بدأت الإجراءات وانتشار النقاط العسكرية، هل كل المنطقة العسكرية وكل الخط من الوديعة إلى مارب وإلى المناطق الخاضعة لسيطرة الشرعية، أم ربما بدأ الانتشار لما يخصكم أنتم للواء 23 فقط؟ لا، بدأ الانتشار لما يخص الكل. يعني بالنسبة لي أنا اللواء 23 هو في حدود مسؤولية المنطقة الأولى، ولدي معسكر الرويك في حدود المنطقة الثالثة، وأيضا معنا علوية من علوية المنطقة الثالثة موجودة. اجتمعنا احنا والاخ وكيل وزاره الداخليه لشؤون الامن والشرطه وقائد المنطقه العسكريه الثالثه في هذا الموضوع، وبدا تكثيف الدوريات على الدوريات سواء نهار او ليل خلال شهر رمضان. طيب، الان المشكله لدى الناس ايضا يقول لك في نقاط عسكرية كانت موجودة لكن ربما مسافة متباعدة يعني، وأيضا الناس يطالبوا المسافرين بوجود دوريات تتحرك أيضا ليست في مناطق ثابتة. نعم،
هي الدولة تتحرك من نقطة إلى نقطة، كل قطاع لو قائد قطاع ولديه نقاط يتحركوا في دوريات متواصلة، وأيضا يتعرف الأفواج أو بمعنى المسافرين على شكل يعني على شكل جماعات، على شكل جماعات سواء على مستوى طريق أو للوصول إلى مفرق الوديعة الذي يتحرك إلى حضرموت، يتحرك إلى حضرموت جماعات من 4-5 فما فوق أو اللي يتحرك بالتحرك. طيب سيادة العميد، فيما يخص موضوع التقطع للمسافرين، هناك من يتحدث عن عمل منظم لعصابات تقوم بهذا التقطع، هل لديكم أي معلومات عن هذه العصابات؟ هل ألقيتم القبض على بعض من هذه العناصر أم ما زالوا يسرحوا ويمرحوا يعني بدون أي قيد، أو ربما لم تستطيعوا يعني واعذرني في هذه الكلمة حتى الآن ربما ضبط أي من هذه العصابات؟ سقط الاتصال سيادة العميد، نحاول التواصل معه وأشكر لك روحك ومسؤوليتك في التواصل وتوضيح للرأي العام ما يخص مسؤولياتك العميد سمير شرف قائد اللواء 23 في مأرب، على عكس ربما بعض المسؤولين في الشرعية الذين ربما لا يهتموا بالتواصل مع الناس من خلال وسائل الإعلام. شكرا جزيلا لك، وبانتظار عودة الاتصال لك ولغيرك من المسؤولين سيادة العميد سمير شرف. في توجيهه لهيئة الأركان، طالب رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر قيادة الجيش الوطني بتحمل مسؤوليته الكاملة لتأمين الطرق العامة أمام عبور المواطنين. سمير شرف القائد العسكري قبل قليل يقول أنه بدأوا بتنفيذ هذه الخطط وبدأت الانتشار تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء باعتبارها من أولويات مهامه كما يقول رئيس الوزراء. فبذلك وجه الجيش بالانتشار في النقاط، ووجه أيضا بصرف مبلغ 500 مليون ريال إلى حساب وزارة الأشغال العامة والطرق للبدء الفوري بصيانة طريق الوديعة العبر سيئون مارب لإنهاء هذه المعاناة في أسرع وقت ممكن. إن شاء الله يبدأ الترميم لوزارة الأشغال قريبا. أحد المتصلين يقول أن فاعلي الخير الآن هم من يقوموا بترميم الخط. عن موضوع الحلقة أيضا نقرأ بعض المشاركات التي وصلتنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك. عبد السلام يقول طريق العبر أصبحت كطريق المخل حديدة في أيام المخلوع، متقطعين في كيلومتر لا يستطيع أحد المرور بها بمفرده بعد غروب الشمس، ناهيك عن مآسيها في ظل غياب حكومة لا تستطيع تأمين 100 كيلومتر، فكيف ستؤمن بلد؟ تساؤل مشروع. أبو محمد يقول اليوم تم نهب سيارة مغتربين رقم اللوحة المعدنية ظاهر على الشاشة رقم سعودي، نهبت الساعة 1:30 ظهرا ما بين العبر والوديعة بكيلو 42 هيلوكس أبيض خط أحمر غمارتين دبل موديل 2011، اللهم هذا منكر حسبنا الله ونعم الوكيل على حكومة الشرعية. هذا بلاغ ليست مشاركة. الأخ يوسف يقول خط الوديعة العبر مارب يجب تسليمه لأبناء الأرض، يشكلون دوريات أمنية ونقاط تفتيش، هم الوحيدين القادرين على حماية نقاط الجيش التابعة للفاسدين التي أهمها الجباية ولن تحمي أحد. مشاركة الأخ يوسف. مشاركة أخرى يقول من نقطة الضويبي إلى الوديعة بلاد الصيعار يسلمونها لأهلها وهم براء، من ضويبي إلى مارب بلاد عبيدة وهم أخص بحمايتها ورجال، لا لقيوا المتقطع أكلوه تراب كب الأحمر والبلاء. تمام، غريبة هذه المشاركة. طيب عن عاد لنا التواصل مرة أخرى العميد سمير شرف معك. كنا نتحدث قبل أن يقطع الاتصال عن موضوع عصابات التقطع، هل ضبطتم بعض من أفرادها؟ هل أنتم لديكم معلومات عن من تتبع هذه العصابات؟ لأن الناس يتحدثون عن عصابات وعمل منظم، وأحد المتصلين قال ربما وشكك أن هناك ربما بعض البلاغات تبلغ بغنائم المسافرين الذين للمتقطعين حتى يصطادوهم، هكذا تحدث الأخ أبو رائد من البحرين. لا طبعا بالنسبه للمتقطعين ياتيك ما ياتيش في وقت معين، قد ياتيك في نهار رمضان، قد ياتيك في ليل رمضان، فاي واحد يحصل سياره واقفه يعني بجانب الطريق لا لها شيء ولا معطل معناته انه هذا مشتبه به يدخلون حق معه ونقض اقواله، اذا كان ذلك المنطقه رئاسه الاركان واتخذ معه اجراء غير هكذا بهذا الشكل يعني. طيب
بالنسبة للتداخل الآن، يعني المنطقة الواقع فيها خط العبر هي ربما أكثر من منطقة عسكرية، هل ربما للتقصير الحاصل الآن في حماية المسافرين هل له علاقة بالتداخل بين العديد من هذه الألوية والتقصير، ربما كل لواء عسكري يحمل اللواء الآخر المسؤولية؟ لا، كل لواء عسكري أخي سامي، كل لواء عسكري له حدود قطاع مسؤولية اللواء. يعني اللواء حدود مسؤوليته مثلا لا ينفذ المختم، هذا ينفذ المختم. يعني الرويك هو وظيفة لنا في عام 2012، لأنه اللواء 23 ميكانيكي اللواء اللي فيه يعتبر بين منطقتين، بين المنطقة الأولى العسكرية الأولى وبين المنطقة العسكرية الثالثة. تمام. طيب الآن نعم تفضل سيادة العميد. نعم تفضل اسمعك. اقصد لك عن المنطقه العسكريه الثالثه، لانه المعسكر الرويك احنا مستلم منه اللواء احنا، بس هو يعتبر في نطاق مسؤوليه ايش؟ المنطقه الثالثه، ومع ذلك بنغطي احنا بنغطي اربع قطاعات، لما كان اساس لك اربع قطاعات، قطاع منطقه الوديعه وقطاع العبر وقطاع الضويبي وقطاع الرويك. نحن في منطقتين. طيب شكرا جزيلا لك سيادة العميد سمير شرف قائد اللواء 23 من مأرب، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة وهذا الإيضاح فيما يخص التطورات وأيضا الجهود التي تقوم بها القيادة العسكرية لتأمين المسافرين في خط العبر، شكرا جزيلا لك. طيب عن موضوع الحلقة أيضا نستعرض بعض من مشاركات الأصدقاء. الأخ عبد الرب يقول أنا مشيت في خط الوديعة العبر وأعتقد أننا مرينا بنقطة واحدة فقط أو ثنتين، لكن لم يكن هناك أي جباية، بل من الوديعة إلى حريب لم نواجه أي جباية. لماذا دائما نقرأ في الفيسبوك مثل هذه الأخبار لكن في الواقع ما نشاهدها؟ كان من الأولى التركيز على إصلاح وتجديد خط العبر مأرب والعبر حضرموت لكونه أصبح طريق للموت. إن شاء الله يتم الترميم بـ500 مليون التي وجه بها رئيس الوزراء. أحمد عبد القادر يقول الإشكالية الآن ليست في جباية النقاط وصحة ذلك من عدم المشكلة، في جباية الأرواح وإزهاقها من قبل مفسدين بالأرض متقطعين للمغترب العائد لوطنه لنهب ممتلكاته. مشاركة أخرى. الأخ أبو عبد الرحمن الذي يقول ماشي جباية يجي سوق للقاطرة محروقات بدي 300,000 يوفرها له ولا يديهم إياها من العبر لمارب وعادهم لا ماشي شغل رجعوا يتقطعوا المغتربين. يعني يريد أن يوصل فكرة أنه هناك رسوم تدفع ربما للمتقطعين 300,000 ريال. الأخ أبو عبد الرحمن شكرا لك. طيب في آخر المستجدات المؤسفة في خط العبر، توفي اليوم مدير دائرة أو بالأمس يعني توفي مدير دائرة العلاقات العامة بوزارة الدفاع العميد أحمد الحيدري بحادث مروري مؤسف في طريق العبر أثناء توجهه إلى سيئون. وفي هذا السياق قام وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأمن اللواء الدكتور أحمد المساوي بزيارة لنقاط الانتشار الأمني في الخط الدولي، وفي تصريح صحفي قال أن الجهات الأمنية عدت خطة لتأمين خط العبر تتضمن تعزيز النقاط العسكرية والثابتة وتسيير دوريات بينها إلى جانب نقاط ومراكز مراقبة متحركة وسرية، فضلا عن الاستعداد لتوفير خدمة إسعاف المصابين جراء أي حوادث محتملة. عن مشكلة طريق العبر وما يعانيه المواطنين أيضا تلقينا مشاركات مصورة من بعض الناشطين. بالنسبة للمسافرين وحمايتهم من حوادث الطرقات هي تأتي بسبب الحفر المنتشرة على الإسفلت المتهالك الذي مر عليه عقود يجب على الشرعية إعادة ترميم هذه الطرقات من أجل حماية المواطنين. عشرات الحوادث في المستشفيات بسبب الطريق بسبب الحوادث في الطرقات. أما بالنسبة لقطاع الطرق يجب على وزارة الداخلية نشر دوريات أمنية على الطريق سواء متحركة أو ثابتة، وهي ستتولى بذلك حمايتهم من هؤلاء المجرمين القتلة. بالنسبة لحماية المسافرين من قطاع الطرق فيأتي بعدة عوامل، أول شيء توعية الناس وتلبية حاجاتهم، لأنه غالبا ما يقطع الطريق إلا محتاج، وأيضا قطاع الطرق يتصدوا لهم القوات الأمنية، لابد من حراسة الطرق وتكثيف الحراسة الأمنية في هذه الطرق. أما بالنسبة لتفادي الحوادث المرورية في الطرقات فهذه مشكلة يعني غابرة في اليمن ومكررة في عدة طرق ليس في العبر فقط، وهي وجود
المطبات، وجود أيضا الحفر الذي لم ترمم، فلابد من الطرقات و يعني لابد من إصلاح الطرقات بشكل عام. إذن بهذه المشاركات المصورة وصلنا لنهاية هذه الحلقة من برنامج المنصة. تحية طاقم البرنامج ونلقاكم الأسبوع القادم وحلقة جديدة. في أمان الله.